كما شهد منفذ توزيع اللحوم بأسعار مخفضة بقرية طناح بالدقهلية إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث افتتحت مؤسسة حياة كريمة عددا من المنافذ المتحركة بالمحافظة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، ومنها منفذ بميدان مدينة بلقاس وآخر ثابت بمدينة المنصورة أمام مسجد النصر. ووفرت المبادرة اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيها للكيلو واللحوم البلدي بسعر 310 جنيهات للكيلو. النهارده المبادره ان شاء الله تبع حياه كريمه تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادره لحوم مجمده الكيلو ب 185 جنيه لكل الناس، ودي ان شاء الله المبادره لسه بادئه النهارده معانا ان شاء الله، وان شاء الله هنغطي بقيه الكره ومركز المنصوره ان شاء الله. وبنشكر السيد رئيس الجمهوريه وبنشكر كل القائمين على مؤسسة حياة كريمة في حرصهم الدائم على توفير المنتجات للمحتاجين من الشعب لأصحاب الدخل المتوسط، وجزاهم الله عنا. وأنا كأحد منسقي برنامج حياة كريمة في قرية طناح بتوجه بالشكر لكل القيادات المسؤولة عن برنامج حياة كريمة على مستوى الجمهورية. طبعا حاجة عظيمة جدا وحاجة كويسة جدا وبتخدم المواطن البسيط، والنهاردة هي موجودة في طناح واللحمة موجودة ب 185 جنيه، يعني سعر يناسب المواطن الغلبان البسيط اللي محتاج. واحنا النهاردة بنشكر حياة كريمة ونشكر السيد رئيس الجمهورية على توفير اللحمة الموجودة، حاجة كويسة جدا بتخدم المواطن.